ما حصل. أبشر. تفضل. طيب قبل ما يروح لأنك أنت رحت فيها أصلاً. قبل ما تروح أنت رحت فيها. عبد الهادي عبد الله. أسلم. عبد الله شخصية جميلة. يذكرنا براكان ملهي. يعني وجوده في الهواء. يذكرك يا أبو حزام مكلم أهله ومهرب جوال تقول شخصية جميلة. هو شخصية جميلة بس مهرب. عشان يعترف. يا أخوي. عشان يعترف صح يلا. عشان يعترف. هو اعترف. بينك وبين المدح حساسية يا أبو عبد الله. لا والله الممدوح إنك تستاهل المدح. والله فعلًا. شخصية جميلة. بس تستاهل الخصم بعد. شخصية جميلة. غايب عن البث. دائما يتوارى في الغرف. ما يبغى البث مثل اللي يقول يعني اسكت وانا اسكت مثل الشعب الله غني ورزاق ربي طايله يقول يا خوي خوتك بتجاير تنشارة بس اخاف انك توقف على طلعت كارة وان وقف تسكت وانا اسكت ولا حي دارة والخيل فوق الجبل يا سحابه وامطري عبد الله من النوع اللي يقول اسكت مني واسكت منك لا تقربني ولا اقربك فكري من شرك عبد الله طيب دقيقه عبد الله انا اخر مره اقول لك اعترف من اين تواصلت مع اهلك يا اخوي والله لا كلمت من جوال احد من زملائي طيب. ولا ادري طيب. لان جوال مسكر يا مشاهدينا الكرام حسب وسيله الاتصال المتاحة في القرية اليومين ويستخدمون السلطة العليا والإدارة نتواصل مع معد الفترة الصباحية الأستاذ عبد الرحمن السالم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن السالم معك يا حبيبي أنت معد الفترة الصباحية نعم والله فويس أوفر حلو طيب هو اللي سجل على مفلح أستاذ عبد الرحمن هل اليوم تواصلت مع عبد الإله المري وبلغته أن أهله عندهم فعالية ويبون يقابلونه لا غير صحيح شكرا لك استاذ عبد الرحمن الله يعطيك العافيه يا هلا شكرا استاذ عبد الاله عفوا منور الدنيا والله العظيم ما جاني الخبر الا من جواله طيب سلامتك من جوال اوكي ابو سلطان هوقف ابو سلطان عشان ما تتعب عندك والان فهد عنده خبر حصري ابهرني فيه انا اولا اطلب ابو عبد الله العذر اني جبت حاجه انت